مستمرين مشاهدينا الكرام في لقاءات متجددة ولقاءات مميزة في هذا اليوم لانطلاقات سباقات الهجن بمكرمة من سيدي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وللحفاظ دائما على هذا الموروث الشعبي العريق. نسير بالمركز الأول، نتقدم إلى زعفران لسعيد بن سرور بن شوان الظاهري الآن على قمة الشوط، لكن الآن حصل تغيير وهنا سراب تقدم سلطان بن ناصر بن سعيد العويسي، غير وانتزع المركز الأول. المركز الثاني محمد بن مسفر بالقوبع يأتي ويحتل المركز الثاني، لكن شاهد شعار مسري بسالب العرطي الحمير يأتي على ظهر مخوف في هذه اللحظات. مخوف احتل المركز الثالث، متعب في المركز الرابع، محمد بن مسفر بالقوبع، بينما الخامس هنا يصل شاهين حمد بن ناصر بالبحري العامري. هكذا هي النتيجة حتى الآن مشاهدين الأعزاء، والمقدمة عودة إلى العويسي، لا زال المسيطر يأتي على قمة هذا الشوط، يأتي على المسار سراب سلطان بن ناصر العويسي، لكن يلا يا العويسي الجماعة هاجمين، هجمة يسار هجمة يمين، ولكن نشوف وين اللي غير بالبحري العامري، حمد بن ناصر بالبحري العامري، وهناك تواجد لبن رشيد مع وشاح علي بن خليفة، بن رشيد السويدي يأتي في المركز الثاني مع وشاح، لكن بالبحري العامري الله، انطلق في بحور الميادين، في ميادين المرموم، وهنا انطلاقت الله، يا سلام سار شاهين، ذهب شاهين، تألق شاهين في هذا الصباح وفاز لحمد بن ناصر بالبحري العامري المركز الثاني، علي بن خليفة بن رشيد السويدي المركز الثالث عند العويسي، ورابع المراكز محمد بن مسفر بالقوبع. مشاهدينا الكرام يأتي متعب في هذه الانطلاقة، والتوقيت الزمني دقيقتين و11 ثانية أو 12 ثانية تانينا، والناموس لحمد بن ناصر بالبحري العامري على فوز شاهين بالمركز الأول وانطلاقته المميزة في ثامن أشواط صباح هذا اليوم. مشاهدينا الكرام والمتابعين الأفاضل.